الوافدون إلى الجزائر فور وصولهم سيلاحظون ذلك. نسخة استثنائية من بطولة كأس إفريقيا للمحليين الجزائر 2022. مرافقة الأحداث بما فيها هذا العرس الكروي الذي تنتظره الجزائر وهو شان 2022 من خلال مخطط أمني خاص، خاصة بالولايات التي تحتضن هذه المنافسة، وقسنطينة هي من بين الولايات التي تحتضن مجموعة من مجموعات الشان. من المطار إلى مكان الإقامة نهاية بالمسار نحو أماكن التدريب، ضيوف الجزائر سترعاهم من وراء هذه الشاشات أعين جزائرية تستعين في ذلك بكاميرات حماية فائقة الجودة. كما راكم تلاحظوا على مستوى المركز الولائي يتم الدمج بين نظام المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى ملعب الشهيد حملاوي أو نظام المراقبة بواسطة الفيديو على مستوى مدينة قسنطينة وحتى المطار، كل هذا لتأمين المنتخبات سواء في المحلات محل الإقامة سواء المسالك سواء حتى الأماكن السياحية من أجل تأمين وتنظيم لإنجاح الدورة بإذن الله. وضع تشكيل أمني خاص تحضيرا لهذه المناسبة من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات الخاصة بالوافدين من رياضيين ومسؤولين وكذا المناصرين، عبر تدعيم شبابيك المراقبة الحدودية لتسهيل وتسريع الإجراءات وتخصيص رواق خاص بالوفود الرياضية المشاركة لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية القارية التي تحتضنها بلادنا. احتواء لأي مستجد أمني خلال البطولة، قوة الأمن الجزائرية تتبع التحركات حتى داخل الملعب درءا لأي طارئ وضمانا لسلامة ضيوف الجزائر. نقوم بالمساهمة في تأمين المحيط الخارجي للملعب من خلال مراقبتنا لكل ما ترصده الكاميرات والتنسيق والتوجيه لمختلف التشكيلات الأمنية المسخرة لهذه العملية من أجل رسم صورة جميلة عن بلدنا الحبيب. في الأخير أقول لكل الوافدين مرحبا بكم في الجزائر، مرحبا بكم في قسنطينة، ويلكم تو ألجيريا، ويلكم تو قسنطين. بالشوارع والأماكن العمومية، الباحات والمناطق السياحية التي قد يزورها الوافدون، تكثف قوة الأمن الجزائرية تواجدها لتضمن بذلك تغطية أمنية عنوانها مرحبا بكم في الجزائر.